شايف يا إبراهيم، شوي شوي عم نقرب من أحلامنا. بعد الحروب والدم والعذاب أخيراً وصلنا لهون وعم نحتفل، واللي جاي رح يكون أكبر وأعظم يا جناب السلطان، ورح تصير إمبراطور أشهر وأهم من الإسكندر يلي كنت عم تحلم فيه. يعني رح تكون إسكندر زمانك. هذا هو الحلم اللي تمنيناه. رح نشوف القدر شو مخبيلنا. كأنك شارد كتير بنجوم يا إبراهيم. خبرني لشوف شو هم بيقولوا لك. الوزير الأعظم باري باشا بده يشوفك يا مولاي السلطان. خليه يفوت. حسب القانون القديم جيت لحتى رجع لكم الختم الرسمي يا مولاي السلطان. أنا بدي إياك تضلك أنت الوزير الأول يا بيري باشا. أنت خدمت السلطان ياوس سليم بأمان سنين طويلة، وهالدولة ما بتستغني عن أمثالك. بتمنى منك يا بيري باشا أنك تضلك عم تخدم هاي الدولة. تمنياتكم أمر بالنسبة لإلي، والله يطول عمرك. كمان في شغلة تانية بيري باشا. شاهنجي إبراهيم البرقلي أكيد بتعرفه. أنا عينته المسؤول الأول عن جناحي. وليعلم الجميع، وينك يا فريال؟ عائشة، تعوا معي تفقدوا الغرفة الخاصة مرة تانية، بدي كل شي يكون تمام. ماشي؟ يي شو محظوظة، رح تشوفي غرفة السلطان. يا ريت لو فيني اجي معكم. يلا لشوف، تحركي انت وياها. يا لطيف شو بتجروا. عائشة شو عم تستني؟ يلا يا فريال، يلا يلا تحركوا بسرعة انت وياها. نيكريتشي زاسكنيس أسباكورسيا. مينياسي كلومبري فيزلي فياتة أوسمانسكي آت سباسيتي بامجيتي فيدنا شتوفي سيلنا يا بغاتة يا جنشنا سكاجيتي آتا مشتوفي أستافي لمينيا أتو أوبيوس بيا. أنت ملك السلطان سليمان، هلأ هو يلي بيقرر موتك أو حياتك. إياه خدوها. بس أنا ماني ملك لحدا بالدنيا، ومستحيل كون جارية. اتركوني، لا تتركوني، شيلوا إيدكن عني. لا تواخذيني مولاتي، أنا بوعدك ربيها لهالبنت. إذا تمردت أو حاولت تكبر راسها عاقبيها وما تقصري معها. انت خليكي.
شو اسمك؟ عائشة مولاي. فيك تروحي. حملتني حملة تقيلة يا أبي، خايف كون ظالم ولطخ إيدي بالدم، خايف من قوة وسلطة الحكمة تخليني انسى ضميري واخلاقي وانسانيتي. خلي روحك قريبة مني يا رب، ساعدني وقف جنبي يا الله.